مساء الخير. الليلة رح نتابع قصة لوي، هالإنسان اللي صار بسبب جرح قديم شخص غير متوازن، قلبه قاسي ومن غير وعي عم بيتلذذ بعذاب الآخرين. حضروا معنا حلقة لوي. شخص عنده غضب وحقد بيأذيك بلا ما هو يحس. شو بتعمل؟ في فضاوي بقلبه بده يعبيها، مش عم يعرف كيف يعبيها. كان عم لعب لعبة الغميضة، فتنا على الحمام واغتصبني. هذه الشغلة أثرت فيي، جعلتني شخص كثير ما عنده قلب. رحت مرة على البحر، قلت إنه لازم كب حالي تما حدا يعرف إنه أنا انتحرت. أنا كان هدفي جرب شبع هالرغبات اللي عندي إياها، لدرجة حطيت يمكن الصبايا وهالشهوة اللي عندي إياها أهم من عائلتي. لدرجة في مرة كنت متفق أنا والوالد رح نتغدى سوا، أول مرة بيقلي لوي طالع عبالي أتغدى أنا وياك. واو شهر حلو هيدا. كنا أخدين شاليه أنا وصبية، بدي قلي على الوحدة و13 دقيقة، بيطلع زعلان مني بيسكر الخط بوجهي وما بيقلي حتى باي، وأنا ما بقدر أقله ولا كلمة إنه زعل مني كيف ما كيف كسرت بكلمته وما رح نتغدينا سوا. ألو أمي ليلى بتقلي لوي انزال على بيروت، بيك توفى، فتوتنيه على المستشفى وتوفى. انا بهاللحظة بحس انه اوكي بيي توفى، ما في اعمل شيء، شخص توفى بحياتي، بدي أخذ المسؤولية وأحمل الشعل وأمشي. نزلت على المستشفى والعائلة كلها بتعرفني إن أنا شخص كتير عصبي، كتير عصبي من شوي، يعني ما حدا في يحكيني كلمة، لأن إذا حدا حكي لي كلمة دغري بضرب، دغري بشبق، لساني كتير زفير، ما بقشع حدا قدامي، كأنه وتعصب عن جد بصير حيوان وحش لا ينوصف. الكل بخافوا ينكزوني نكزة إنه دغري بولع بارود وفلتان. ما بنساها الحادثة. أنا وعم بسوق نازل بيي توفى. شو بدي شخص توفى؟ اعتبرت كأنه شخص توفى بحياتي. لهالدرجة كان قلبي حجر. وصلت على المستشفى ما بنسى المنظر، صفيت بالطوارئ، بنزل من السيارة بيسلقيني السيكيورتي بيقول لي ما فيك تصف بالطوارئ. بدي فوق فيه إنه حد عم بيقول لي ممنوع تصف، فشر حدا يقول لي ممنوع تصف. بفز خالي بيقول له روق سافا بيو جوا، فهم مين اللي في شخص جوا. أنا فتت دغري إخوالي ثلاثتهم سلقوني على المدخل الطوارئ وقالوا لي لوي نعرفك رجال بتعرف تكون تتصرف. ما حدا يتدخل، بعرف شو لازم أعمل. أعطيت الكارت الإنشورنس والهوية للريسبشن وفت على الطوارئ. شفت المنظر كلهم عم يبكوا، أنا شفت هيدا بيي، أكيد هيك لوهلي أكلت الشوك، هيك 3-4 ثواني عم بهضمها، وبعدين قلت خلص بدي كب وراي وبدي أمشي لقدام. شخص تيقول هيك، وأنا بس تحديداً ليش عم بقول هيك؟ لأنه يعني أنا كان بيي صار له شي سنتين مش شايفه، كان يكون برات البلد، سنتين ما شفته بتاتاً بسمعه على التليفون. وكان ما صار له شهرين هون وطلب هالطلب وتوفى. يعني قديه بتكون حزة بقلبي انه ما عم شوف بيي. يعني بكيت كتير؟ ولا نتفي بكيت. ما بكيت عبقر؟ هالقد كان قلبك محجر؟ هالقد كان قلبي حجر، كنت اعتبره خلص توفى الشخص بدي كفي لقدام. كفيت لقدام، شو عملت؟ من بعد هالحادثة صراحة حسيت
في شي جواتي كبر أكتر، صار عندي القساوة كبرت كترت أكتر. يمكن لأنه قد ما أكون أنا قلبي قاسي، بالنهاية الإبن وقت يفقد بيه بدها تأذيه بمحل ما، بس أنا ما حسيت فيه إلا لبعدين اكتشفت قديه صار الفجور عندي والطاقة السلبية كبرت أكتر وأكتر. ليه لوي كيف كان بحياته العاطفية وبعلاقاته؟ بتذكر وقتها كان أول سنين الجامعة كان عطول يحكي يفتخر إذا بدنا نقول بأعداد البنات اللي كان يظهر معها أو مين البنات اللي كان يظهر معها. كان يجي يخبرنا أو اسمع عم بقول إنه هيك لازم، وكل مرة يجي في بنت تانية في بنت جديدة كنت أتعرف عليهم أوقات، بس ولا مرة كان في شي جد معه. كان على طول بس لعب بس تسلية بالنسبة له إنه هو عم بيعمل شي عم بيعطيه ثقة، إذا عم بيحكي مع كذا بنت نفس الوقت، إذا ما إنه فايت بعلاقة بوضوح وبثقة وبصراحة، كان يحس إنه هو في يكذب عليهم كلهم وإنه هذا الشيء مزبوط أو هذا الشيء عم يبسطه. في شي مرة حكيتي أنت لوي عن العلاقات اللي كان يعملها؟ في مرة هو إجا استشارنا بموضوع، كان في بنت عم بيحكي مع هيدا من كم سنة، وسألني شو رأيي بهيدا البنت. هلأ هيدا البنت كانوا منا كتير يعني في مشاكل بينه وبينه ومش كتير زبطين مع بعض، وهو بفتكر كان فترة ضايع وبده حدا يحكي معه بالموضوع. فأنا كنت صريحة وقلت له إنه أنت بالنسبة إنه هيدا قرارك، أنا ما في أقول لك شيء، إذا هي بتبسطك يعني لازم تكفي بالموضوع، بس أنا إذا بتجي لإلي شخصياً بلاقيك مع شخص غير. هو لوي شخص إذا بحب حدا بيعمل كل شيء كرماله، فيمكن يكون عم بيعمل شيء عم بيأذي أو عم بيأذي غيره وما إنه عارف. ليه بصراحة لوي مع كم بنت ضاهي؟ ما بعرف كتار كتير. بدي رقم اللي بعرفهم فينا نقول شي 20 مينيمم، هول قاطعين قدامي او اللي بسمع فيهم. برايك صار في خراب بيوت من ورا علاقات لوي مع البنات؟ اكيد. كنت صغيره وكان يحكي عن كل البنات اللي بيظهر معها، انا كنت حس بالخجل انه ما بدي خيي يكون هيك، انا بدي يكون مبسوط وعلاقه مع صحيه له وللبنت بنفس الوقت، وما يكون هو الشخص يلي انا ما بدي اياه لإلي. يعني ما بدي خيي يكون شخص انا ما بدي احكي معه. فانا كنت بس يخبرني كنت حس انه ليه عم تعمل هيك، فكنت حس بالخجل وقتها. لوي كان يهرب من البيت أو كان صريح ويقول كل شيء بصراحة؟ لا، كان على طول من وراء مشكل وبيفتح الباب ويفل، أو بيتخانق مع أهلي وأهلي يقولوا له يفل، فيا ينام عند رفقاته يا ما بعرف فين ينام. يعني كنت صغيرة على الموضوع تا أهلي ما كانوا يخبروني شو عم بيصير، لما بدهم يعني أتأذى، بس كنت شوف، كنت أسمع الصريخ وكنت أسمع العياط والمشاكل. ليه تأثرتي بخيك بسلوكه بعلاقاته انه هالقد لازم تظهري انت كمان مع شباب؟ ما حسيت هيك، بس حسيت انه كل الرجال رح يكونوا هيك، وهذا الشيء اللي أثر فيه. صرت حس انه كل الشباب اللي ممكن احكي معهم بعدين رح يكونوا كذابين، كل الشباب رح يكونوا مثل خيي، مش انه انا لازم اعمل هيك. لانه كنت شوف انه البنات كيف كانوا يتضايقوا، بما انه انا بنت فكنت حس معهم اكثر، فبس كنت اقول انه اذا خيي انا يلي الشخص هو بعائلتي وهو هيك، يعني شو العالم الغريبه كيف رح يكونوا. علاقاته العاطفيه كثير متعدده، كان سفنجه من وحده لوحده، ما كان راكز ابدا، كل جمعه يحكيني عن وحده جديده تعرف عليها. بطبعه كان كثير متسلط بعلاقته مثل ما بده بيصير هو، كان على طول يشوف بحاله، كان على طول عنده كوت انه the world does revolve around me. كان هو القصة كلها يعني من خيره بالسماء وماشي.
كان عنده علاقات مع نسوان مجوزة، كان حتى مدت فترة كان يعمل مساكنة، كان كثير شوف بحاله بعلاقاته. خبرنا عن شي حادثة صارت مع لوي انت ما بتنسيها. في حادثة ما بنسيها بالجامعة، كان هو ممبر بكلوب بالجامعة وانا جاي لعنده على المكتب، المكتب كان ازاز، فقبل ما ادق على الباب بشوفه من ورا الازاز مع بنت بفعل فاضح جدا، فبنقز هيك برجع لورا. فهذا المشهد هيك معلق براسي ما بروح من بالي. وخبرية تانية ما بنسيها كمان، هو مخبرنا عنها، كان يشتغل وخلص الدوام وهو ضل بمكتبه، ومديره ثابت كمان ضل بعد الدوام وجاي لعنده للوي، وبيتفاجأ انه لوي معه مرة مجوزة وبفعل فاضح جدا. وصلت لمحل وبقى عندي محرمات أكتر. فسر لي أكتر، شو منيتها؟ قبل ما يتوفى الوالد عملت أوضة بسميها ريد روم، الأوضة الحمراء. هيدي الأوضة كانت المساحة الخاصة لإلي، الخاصة الممنوع حد يعرف فيها شيء، هي الخاصة ما حدا بيتدخل فيها، ما حدا بيعرف شو عم بيصير فيها جوا. هيدي المحل الواحد اللي فيه قد ما أكون تعبان من كل شغلة وتعبة، فجره هونيك، فجره بطريقة كتير سلبية. بوقتها كنت عم بحس حالي عم فجر الطاقة جواتي بطريقة مريحة، بس بالعكس كان طاقة محل كتير بشع، كان يصير في أذى وجع، يعني تعذيب البنات. كنت عذب بنات، كنت أضرب بنات. لوي كانت تخطف البنات أو كان البنات يجوا بإرادتهم معك؟ من وقت ما بلشت أتعرف على صبايا كان عندي ثقافة قوية وعلم، أهلنا ربونا بطريقة أنه نعرف نتصرف وين ما نكون. بالنهاية الصبايا والستات بيحبوا شخص يكون هيك، بيعرف يتصرف، بيعرف يلبس، بيعرف يحكي، ملسين. كل هيدول كنت أعملهم، كان عندي ثقة كتير بحالي. كلنا بنعرف الصبية أو الست وتشوف شخص بوجه عنده ثقة بحاله عجب تنجذب له، بتطلع فيه نظرة تانية. بس كل هيدول اللي بنيوا قوة شخصية أكتر وأكتر، لدرجة الصبية اللي بيعتبروها كتير قوية الأشخاص ما فين يوصلوا لها أو كتير حلوة، أنا كان كتير عندي أهينة قدر أحكي معها أجذبها صوبة خليها تقبل وتحب لشي يصير بالريد روم. يعني بالنهاية هيك شغلة بده يكون شخص الشخصين متفقين عليها وفي راحة بين اثنين. سو كرمال هيك برضاهم كانوا يفوتوا معي وينبسطوا بشو عم بيصير هونيك. كان قديش كان عندك ثقة بحالك تتعمل هذا الشيء؟ كان عندي ثقة بحالي لدرجة فيني سميها تكبر، انه شو ما بدي اعمل فيني اعمله، ما حدا فيقلي لا، انه انا بعرف كيف لازم اتصرف وقاري الشخص من اول لحظة بشوفه فيها. لدرجة في اشخاص نزفت بين ايدي، كنت انا مبسوط لانه عم يتوجعوا، كان هيدا حسه مثل لزة لإلي. وهذا الشغلة صارت تولد لي أكتر تكبر وثقة بحالي وشخصية أكبر، لدرجة وين ما روح على طول بيقولوا عني ماشي ومنخيره بالسقف وكتافه عراض ما في شي بيهزه. فسر لي أكتر أو اشرح لي أكتر شو بتقصد بالريد روم. لوي فسر لي أكتر أو اشرح لي أكتر شو بتقصد بالريد روم. هذه الأوضة ما في شيء اسمه محرمات، كل شيء مباح. كان في قانون واحد، أنا المسيطر والشخص الثاني هو الخاضع، أنا الأستاذ واللي بوجه هي الخادمة، أنا بعمل شو ما كان ما لحق تقول لأ لإلي، كل شيء مباح. شو بيخطر عبالك أفكار وشهوات فيني سميها كانت تصير بهالأوضة؟ هيدي كانت حافظة كل شي في بكي، حافظة كل شي في وجع، حافظة كل شي في صريخ.
كم بنت فاتت هالريد روم؟ 12 بنت. جلد، حرق بالشمع، تربيط، خبيط بالقشاط، تربيط بالجنزير، بالكرافتات، بالأدوات البلاستيك. مريض نفسي. صح، أنا مريض نفسي، عمري 22، رحت عند حكيم نفسي خبرته. من بعد جلسات كان جوابه عندي مرضين. أول مرض هو الباي بولر، اللي هو ثنائي القطب. ثنائي القطب بيكون شخص بينتقل من فرح كتير كبير لدغري حزن كتير كبير، بيكون كتير مبسوط وإذ دغري بيقلب بس كتير حزنان، عنده فورات غضبية ما في سيطر عليها، بيعزل حاله جمعتين ما بيحكي مع حدا، بيرجع بيصير بده يتقرب من كل العالم، بيرجع جمعتين ببعد كل العالم عنه، بحب العالم كله وإذ بدفش كل العالم ما بده حدا حده، عنده حب يسيطر على العالم هو الكلمة تصير مثل ما هو بده، وإذ دغري بحرنق بيصير عنده حقد، ببعد بدفش كل العالم، عايش بحزن حزن ما بيخلص ما بيعرف ليش. ثاني مرض هو الساتينومانيا. الساتينومانيا هي طاقة جنسية كتير كبيرة ورغبة جنسية كتير كبيرة ما فيني سيطر عليها. لفوق الطبيعة أكثر من الطبيعة، وهيدا ولد لي شهوة جنسية للصبايا كتير كبيرة لدرجة في يقول إذا مش يوم إذا مش كل يوم بدي أعمل علاقة يوم إيه يوم لأ. البنت شو بالنسبة لألك؟ سلعة وشقفة لحمة. لوي، يعني كم عيلة خربت؟ في عيلة طلقت من وراي وكان في ولاد بدها كمان. أنت قاتل؟ أنا قتلت ابني. كيف؟ إحدى العلاقات صار في حبل، وأنا كنت من نوع الأشخاص قد ما أنا مسيطر سجل على تليفوني مع ورقة دورة شهرية تبع الصبية، راقب كل شيء، راقب هرموناتها، أعرف كيف شو عم بيصير معها على صعيد جسدي، لدرجة أعرف إمتين فيني أعمل شيء وإمتين ما فيني أعمل شيء، لأنه بالنسبة لي وصلت لمرحلة العلاقة الجنسية منا شيء بيجيب فرح، بس بيعبي، بجرب يعبي رغبة فاسدة. كنت كل يوم كل ما تصير علاقة أسجلها، كنت اعتبره شيء بروبلام ماتيماتيك جرب حله. اليوم خلصت بسجل عملت هيك 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 لبكره يكون عندي صفحه جديده بروبلام جديد تحله. واذ في مره غلطت بحساباتي، طلع معي الحسابات غلط والصبيه حبلت. وقت الصبيه قالت لي انه حبلت، اول شهرين جربنا الادويه ما نفعوا، صرنا نفكر انه شو معقول يكون الحلول. هي بالمنطق العام ما في الا حلين، يا منخلي الولد يا بده يصير في اجهاض. بحكم انه الصبيه كانت عم بتطلق ما في طلاق رسمي بعد، كان الحل المنطقي انه يكون في اجهاض. شو بك؟ شو في؟ خايف. ليه بدك تخافي يا حبيبي؟ ما تخافي، أنا معك يا حياتي. بحس حالي مش قد أبدا. بالعكس، أنت قد وقدود، أنت قوية ما تعتقد. أعطيني إيدي. يلا، علينا نمشي. هيك قرار منه هين.
بس أنا اعتبرته إنه أهون الشرين. بوقتها قد ما كان قلبي حجر كنت اعتبر الإجهاض منه قتل، شي ضروري نعمله تنضلنا مكافيين. بس ما كنت أعرف إنه حتى الإجهاض هو قتل، هو عم نقتل الروح بين إيدينا. وقديه صعبة، قديه عن جد هيدا خطر وشي كتير بيرعب إنه واحد عم يقتل ابنه أو بنته بإيديه. هيدي بحد ذاتها خطية مميتة. أنت شو ملت؟ اتفقنا وقتها إنه نروح عند حكيم تكون في إجهاض. بهيدي على الخمسة أشهر وتعرفنا إنه هو بالمبدأ الولد هو صبي. أخذنا هذا القرار ورحنا. طلعنا عند الحكيم والحكيم كان بده يعمل تمثيلية على السكرتير اللي عنده إياها، لأنه بالقانون ممنوع الحكيم يعمل إجهاض، ما له حق. سو عمل الإيكو وتيكون حامي حاله كان فاتح الباب قال أوكي الولد ميت وخلص ما في حل إلا ما نروقع بدنا نشيل الولد. بهالطريقة بيكون حكي قدام السكرتير إنه هو عم يعمل شيء ضمن مهنته، مع إنه هو اللي عمله شيء كتير غلط. زيادة عن هيك لنشوف فين وصل أنا الإجرام اللي وصلت له. عرف بسياق الحديث إنه أنا متطوع بالدفاع المدني. لذلك الشخص المتطوع بالدفاع المدني معود يشوف كثير دم، بحكمه بالطوارئ والإسعافات والحريق، شيء كثير طبيعي عنا. سو قال لي إنه بليز فيك تفوت تكون معي بالعملية. بحكم إنه قلبي قاسي وشايف دم منه شيء جديد علي كثير طبيعي، قلت له إيه أكيد ما في مشكلة. سو لبست لازم البسه تياب نعرفها، كنت بالعملية. شاركت فعليا بتقطيع ابني. هيدي كو لابني كان عمره شهرين، بيت محافظ عليه تيضلوا مذكرني انه الاجهاض هو قتل، واللي عمله الحكيم اللي عملته انا هو خطيه مميته. قتلت ابني فعليا بايدي لدرجه انه طارت شقفه منه على جينزي وعلى صباطي. لوي، من بعد ما قتلت ابنك ونزل دم ابنك على ثيابك كملت حياتك طبيعيه؟ صحيح، واكثر كمان. من بعدها شو صار؟ من بعد ما واحد يوصل على القتل بحس كل شيء في يعمل ما بقى في سقف، لك ما بقى عندي شيء الا ما عملته بحياتي. كل شيء عملته صرت كفي اكثر واكثر، وصارت القصص اللي بعملها مع الصبايا يعني لدرجه الوحشيه، يعني لدرجه بذكر مره كنت انا عم سوق من بيروت للباترون
في صبيه قاعده بحرجه وانا عم بسوق طاير شي 120 على الطريق. هاي وحده من القصص. تاني قصه، في مره كان صبيه عندي بالبيت، كن اهلي بالبيت، بتحدى حالي، عندي حب التحدي. كنت كل الرياضات اللي بعملها فيها تحدي، تسلق جبال، الغطس، كل هدول كان فيهم تحدي. فقلت بدي اتحدى حالي بهالشغله كمان. في مره كانوا اهلي قاعدين باوضه والصبيه بالاوضه عيطت لها، نمت معها باوضتي بلا ما يعرفوا اهلي، لانه بتحدى ما حدا يسمعنا. لهالدرجه كان عندي عم جرب لاقي حدود وما عم بقدر اوصل له، بدي حدود بعد اعلى. لوي، شو السبب تخليك كل شيء عامله بحياتك مخبيه بالسر وما بدك حدا يعرفه، وتطلع وتشهد وتخبره قدام ملايين العالم؟ شو هو السبب؟ في مره بجلسه خبروني عن شخص اسمه توني فرنجيه. خبروني شهادة حياته، كيف الأشخاص كان عم بيساعدها خيناتوني تا يتغيروا، تا يعرفوا الرب مزبوط، تا يفتحوا إنجيلهم. قد ما أنا كان عندي حب التحدي، قلت لهم عرفونا إلي لتوني فرنجية، ما رح يفهم قدي. لاهوت أنا بعرف لاهوت، بالعلم أنا بعرف بالعلم. مينو توني فرنجية؟ مش معلم قدي، ما بيفهم قدي. بيصلي انا بصلي، بيروح على القداس انا بروح على القداس، بيقنع عالم انا بقنع عالم. هو شو عنده انا ما عندي اياه؟ رحت بتحدي على رياضه روحيه، لدرجه قد ما انا كان عيني كبيره وعندي من نفسي وبنخيري بالسقف، بدل ما اجي من اول رياضه جيت على بعد الظهر. اول صدمه اكلتها شفت عالم عم تضحك مبسوطه. هاي شغله انا ما عندي اياها، ما كنت اتضحك، كنت دلني عابس وجائر، ومعروف عني انه انا طول بجقر. شفت العالم عم تضحك ولا في شي غريب، العالم عم تضحك، انا بدي يكون عندي ضحكه هيك، ضحكه ما فيها رياء، ما فيها خبسنه، فيها هيك بساطه. ها اول شغله. تاني شغله، بلش توني يحكي، قلنا افتحوا انجيلكم. حياته ما حدا كان يقول لي افتحوا انجيلكم، حتى لدرجه في جمله قالها بعدها معلقه براسي. كان يقول نحن مسيحيه، تبع تليفونكم عندكم انجيل ولا بس فيسبوك واتساب وتويتر؟ هون اول كف اكلته انه اف ايه مزبوط، انا بسمي حالي مسيحي بس اول شيء ما عندي انجيل على تليفوني، بفتح واتساب وفيسبوك وسوشيال ميديا اكثر ما بفتح انجيلي. بسمي حالي مسيحي وأنا المؤمن. هذا أول تاني كف أكلته. تالت كف، وتأنى يسوع هو الفرح، هو المحبة، هو السلام، سلامي أعطيكم. أوكي، ربنا عنده سلام. أنا كنت بالنسبة لي يسوع موجود وحاضر، أؤمن أنه هو انصلب، بس ما كنت أعتبر انصلب لإلي، كنت أعتبر انصلب لناس بالفقرة باليمن بأفريقيا الميتين من الجوع. وانا شو عم بعمل؟ عم بعمل حريتي، ربنا قال جاي بده يعطينا حريه، بس ما كنت اعرف هالحريه الارضيه هي عم صرت انا عبد. بدل ما اكون انا حر عايش بفرح بسلام، صرت عبد عايش بذل وبقرف وبتعب وبحزن، لانه شو ما عم بعمل عم تكبر هوه التعب اللي عندي اياه، هوه الحزن القرف اللي عايش فيه، بدل ما اكون ممتلئ بالفرح والسلام كل يوم عم امشي فيها. هذا تالي رابع كف اكلته. خامس كف، وتقلي انه يسوع انصلب لإلي، يسوع علّى بحاله لكيف لوي راكب تقدر يوصل له. أوكي، يسوع انصلب لإلي، ما انصلب لغير عالم، يعني شيء شخصي العلاقة لازم تكون بيني وبينه، لأنه هو جاي لإلي أنا، مش جاي لغير عالم، مش جاي لإكس وإجراج وزاد، جاي للوي سعد. هذا كف الخامس، لدرجة كفينا بالموضوع وصلنا للصلاة عشية. بالصلاة حسيت حالي إنه خلص، إنه مزبوط، هذا إذا هذا يسوع موجود، هذا جاي لإلي أنا، للوي لأخباره ولقرفه ولوسخه، وقبلين كيف أنا جاي، قبلين إنه أنا لوي مجوي ومقلعت ومش مخلى خطية إلا ما عملها، قبلين يمسحهم كله ورجعني نضيف تلج وذهب، مليني ذهب بفرح، أنا بدي إياه. إذا مزبوط هيك أنا بدي إياه، إذا مش مزبوط اليوم خلص بيثبت لي إنه يسوع مش لإلي، لا شيء مش لا، يعني أنا اللي عم بعمله هو صح،
فيني اعمل حريه اللي بدي اياها، لانه كل العالم عم بعمله العلاقات اللي عم بعملها معها هي برضا اثنين، مسموح اعمل كل شيء، مهم انه يبقى انه ساعدت هون وعملت هون وعملت مساعدات وعطايا هون، يبقى هذا هو المسيح. لكن في اعمل هيك اليوم اثبت لي يسوع انه انت موجود بحياتي، تعال عندي. صلنا عشيه، صار عنا صلاه الامتلاء، جيت انت خيتوني عم بتصلي معي، بلشت تصلي معي، وانا هون بلشت اقول ربنا انه انا بدي اياك، عم بطلبك تع هالراحه اللي عم بتقول عنا اثبت لي اياها بحياتي. انا شخص عم بركض على الراحه، عم بعمل كل شيء حوالي تجرب لاقي راحه فرح، ما عم لاقيه، بعد عندي الخرطوشه، اذا هاي ما صابت يعني خلص كل شيء مباح، يعني كل شيء عم بعمله هو مزبوط. رحت فيها ريبو سبيريتويال، واول مره بحس انه في شيء عن كتافي نزاح، لانه انا شخص عندي وجع مزمن بكتافي بظهري، اول مره بحس ما في شيء على كتافي، عن جد ما في صوت حوالي، صوت هيك سلام، صوت سلام، هوا بس، هوا 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 هوا، وشي خفيف 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 نشيل عن كتافي وقعد محلي وريحني. صار عندي راحة، راحة بكل معنى كلمة، قد ما أقولها ما في يعبر عنها إلا ما حدا يقعد محلي ويعيشها، وهذا شيء شخصي كل واحد بيعيشه بطريقة. أنا عشته بهالراحة والسلام، كان جسدي ولا كان نفسي ولا كان روحي، إنه ما في شيء بقى متقلني، هذا التقل على كتافي نشيل. ربنا بيقول لأنه حملي خفيف، منه بقى تقل، منه وزن. يعني لوي من بعد ما صلينا سوا صلاة الامتلاء اختبرت الولادة الجديدة. صح. من بعد ما تعرف على الرب لوي شخص تاني، يعني من سنة سنتين لهلأ صرت أقدر أحكي معه، صرت أوقات تكون متضايقة أقول له يترك شغله أو يروح أنا لشغله، بكون عم ببكي وأقدر بس أحكي معه، يكون رايق وينصحني ويتفهم، وهذا الشيء كنت خاف أعمله قبل. هو شخص هلأ ما بخبي، شخص بحب الصراحة كتير، كل شيء عنده صريح صريح، بس بعده عنده إنه ما بيأذى حدا حواليه، لأنه بحط على طول أحاسيس العالم قبل كل شيء. هو شخص هلأ ملوى تيابه، عارف شو بده من الحياة، عم بيعمل بده يساعد العالم، بده يجرب يوصل يلي هو قطع فيه يعني لأكترية العالم، حتى ما يعمله اللي هو عمله، لأنه حس بالذنب، عارف إنه هو اللي عم بيعمله كان غلط. وليش صدقتي؟ لأن شفته تغير، لأنه صار يجي يغمرني، لأنه صار يدقلي. أنا تفاجأت لفترة إنه صرت عم بقدر أحكي معه، صار عم بيمزح، صار عم يسألني أنا كيف، صار عم يسألني إذا عايزة شيء، هو صار يجي لعندي، وصرت أنا أتفاجأ إنه مش هذا الشخص يلي ربيت معه، في شيء غريب عم بصير، فهو قربني عليه أكتر، صار يجي يساعدني ويقف حدي ويقويني ويقوينا كلنا بالبيت، لأنه البيت كان يعني جو العائلة كان متفكك أكتر، فهو كان عم يجرب يرجع يركبه بيرجع يقربنا كلنا لبعض. علاقاته العاطفية شو صار فيها؟ يعني بطل مثل قبل، صار يقدر البنت ويحترمها، وصار يعرف أكتر هو شو بده، وصار يعرف إنه هو الشخص اللي عم بيحكي معه هو شخص بده احترام وبده صراحة، وبده إنه يعطيه قد ما هيداك الشخص عم بيعطيه إذا مش أكتر، وبعده إذا بحب شخص بيعطيه كل شيء عنده. ليا خبريني عن حياة لوي المهنية. لوي بدل عم بيشتغل وبحط كل شيء لشغله، لأنه حتى بعرف إنه هو كتير بحب شغله، إنه هو صغير هو درس هندسة بس عم بيشتغل بالNGOs، لأنه هو بده يساعد العالم، هو بده قد ما فيه يجرب يطال العالم ويأثر فيها. فكل ما نشوفه يا بالبيت عم بيشتغل لبالليل أو بشغله عطول عم بيشتغل عطول، بده يعمل شيء، بده يوصل صوته، يعني ولا مرة بنشوف لوي حتى بالويكندات غير إنه عنده شغله ومركز فيه، عم بيرجع يسترجع حياته ويمشي على الطريق الصح. ليا إذا بدي أقولك تقولي كلمة لخيك هلا هالكاميرا، شو بتقولي له؟ أنا فخورة فيك. يعني ضقت معنى السلام الحقيقي، سلام دايم والراحة وراحة دايما والفرح
فرح لبي ما بينوصف. كنت جاي عم تتحدى توني فرنجي تتقول انه هو مين؟ شو اكتشفت؟ اكتشفت اول شيء طولي اللي عم بيقوله معه حق فيه. خينا توني كان وسيله ربنا استخدمها تيوصل ربنا يوصلنا كلمته تقلنا نفتحه انجيله. شيلوا الانجيل من الجرور، شيلوا الغبره عنه، افتحوه روه فيه، ما بقى نعرضه بالصالون والسفره يكون حقه مدري قد ايه، ما بنقعد نفلفش فيه. هيدا كتاب الحياه، هيدا البشره الساره، الكلمه اللي فيها فرح. نحن عم نركض ورا الفرح والفرح عم بيسبقنا، بس الفرح موجود ببيتنا، موجود بقلبنا. ربنا عم بدق على الباب، على باب قلبنا تيفوت، ونحن عم ضلنا مسكرين وماليين وغبره، ما عم نقبل نقراه، لانه نحن عنا قد ما التكبر قتلنا والعنجهيه وشوفه الحال، عم يكون عنا هالغشاء عيوننا تما نقشع انه يسوع موجود حدنا كل ثانيه وكل لحظه، بس نحن ما عم نفتح عيوننا، ما عم نقبل نشيل هالقشور عن عيوننا، ما عم نسمع لكلمته. لوي من رغم من تصرفاته الخاطئه كان انسان كريم، كان صديق وفي، كان ما كان يحسد، ما كان عنده خبسنه بقلبه، كان ينسى دغري. ومن بعد ما صار عنده تغيير زادوا هالصفات اكيد، بس صار عنده اكثر سلام داخلي، صار هادي بطبعه، بطل عصبي، كثير رايق، فيك تحكي معه. حتى قبل كان هي الفكرة الزواج نهائيا من راسه، وهلا بالعكس صار بده، صار يحب يصير عنده عائلة، يعلم ولاده معنى التضحية في سبيل محبة الآخرين، يعلمون أكثر عن السلام. والدليل إنه هلأ بلش يعمر بيته، تغيير حقيقي بحياته، وصار له سنتين، أكثر من سنتين ونص قطع هالمرحلة. أكيد لو مش حقيقي ما كان ضايم. لوي صديق الكل بيتمنى بحياته، وأنا بعتز بصداقتي لإله. لوي أكثر من صديق، هو خي، وبعتبره فرد من العائلة. مرضك اللي شخص لك إيه الحكيم شو صار فيه؟ حكيم كان يعطيني أدوية ما كانوا ينفعوني، بس من وقتها ما اختبرت الرب ودقت طعمه تحت دراسي وبقلبي وبعقلي وبذاكرتي وفهمي بكل شيء فيي، كبيتهم وما بقى ياخذ ولا مره دواء صراحه من وقتها. علاقتك الجنسيه مع البنات شو صار فيها؟ كانت علاقات جنسيه، صارت علاقات اخوه، انه بالنسبه لي كل شخص هو خي، كل بنت هي اخت، لانه احنا اخوه، هيك لازم يكون علاقات مع بعضنا، ما في خبسنه، ما في شيء، بالعكس محبه صادقه. غرفة الريد روم اللي كانت عندك شو صار فيها من بعد الولادة؟ اختفت. حقدك وخوفك اللي كانوا من طفولتك لوين راحوا؟ قلبته ربنا عطول غفر لي وبيغفرنا عطول، لدرجة أول ما اختبرت الرب طلبت منه المغفرة قد ما أذيت أمي قد ما أذيت أختي. اكتشفت بعدين من بعد ما ربنا شال القشور على عيوني ان انا وامي مثل بعضنا، نفس الشخصيه، عنا نفس الطيبه، نفس المحبه، نفس الكرم، نفس الخوف على غيرنا. طلعت انا وياها منشبه بعضنا، بالعكس ابليس حط حاجز بيني وبين امي، حط لي حجاب ما خلاني فوت اتعرف على امي. من بعد ما تعرفت على الرب اكثر ونميت علاقتي معه، اعطاني سلام من بعد ما طلبت التوبة والمغفرة، من أرجع أحب أمي مثل ما الابن بحب أمه، مثل ما الولد بحب عائلته. صار عندي شوق تقرب من أختي اللي كنت بعدها عني، كنت ما خليها تفوت على حياتي، كنت ما أهتم بحياتها، أعتبر إنه حياتها الخاصة ما بدي فوت عليها تعمل اللي بدها إياه. بالعكس هلأ هدفي للي محوطها، لأنه بالنهاية الخي لازم حوط أخته على طول، لأنه كلنا منعرف إنه الخي هو سند لأخته، هو بيدعمها، هو بيسمعها، هو بيحضنها،
وبيوقف حدها بينصحها إنه إذا ما أخذتهم من خيها رح تاخذهم من الغريب وبعدين نندم ليه صار هيك. لوي كم عيد ميلاد عيدت بحياتك؟ 27 مرة. إمتى ولد المسيح بحياتك؟ عرفته ب7 حزيران 2019. هونيك ولد المسيح بحياتك. صح. شخص لتدى لك جنسياً أنت وكان عمرك 7 سنين وخرب لك حياتك، اليوم الكاميرا لألك، شو بتقول له هالكاميرا اليوم؟ أول شيء أنا سامحتك من السنة اللي اختبرت الولادة، صار كل شيء وراي واختفى، وأنا بآمن ربنا بيحول كل شيء سلبي لخير. ربنا استخدم كل شيء سلبي صار بحياتي وأقعد بهالقعدة ووصل شهادة حياتي لغيرنا، أشخاص اللي انأذوا مثلي تيطلعوا ويحكوا، لأنه نحن أشخاص أحد أسباب ليش منقشط ومننزل أكثر أكثر بالخطية إنه ما كان عندنا ما حدا يعطينا القوة ونقعد نحكي. أنا بطلب من كل شخص انأذى وتضايق وانزعج من شخص قرب منه بطريقة غلط وعمل له جرح بحياته يحكي ويعبر ويقول، لأنه غير هيك ما في راحة. لأنه كل ما نخليهم جواتنا نخطي تكبر الخطية أكبر وأكتر وأكتر، ونحن بمجتمع منغلق على حاله كرمال هيك هالقصص ما بنحكي فيهم، بس هن موجودين وهن واقع. سو أنا بشد إيد على كل خي وكل أخت نجرحت هي وصغيرة أو هو صغير، بطلب من الرب يعطيهم القوة والشجاعة ويقولوا إنه أنا انجرحت، أنا اتضايقت. وشو بتقول لكل بنت أو مرة خربت لها بيتها وأذيتها اليوم، شو بتقلهم؟ لكل صبية أذيتها أنا بعتذر منكم، بطلب منكم سامحوني. لكل عائلة تفككت من وراي بطلب من الرب السماح، بطلب منكم السماح، بطلب من الرب يمكن يرجع يلمس قلوبكم ترجعوا سوا لبعضكم. يمكن أنا تصرفت غلط، بس بالنهاية ربنا كبير بيقدر يسامحنا ويغفرنا. وزيادة عن هيك لكل شخص أذى ولد مثلي طفل، بطلب من الرب يسكب الرحمة بقلبهم ويعطيهم القوة تيتغيروا ويعرفوا طعم المحبة والراحة تتغير تصرفاتهم. لوي انت اليوم كيف صارت حياتك؟ كنت تقتل بسينات، تحرق نمل، تأذي وتنبسط، شو اليوم عم تعمل؟ وصلت ما لهلأ بشغلي بشتغل بحقل البيئة، بحافظ على البيئة، مدير مشروع بين 4-3 كرات. هدفنا نحافظ عن الطيور، نحافظ على البيئة بلبنان. مدير برنامج بمنظمة تانية بنحافظ على الطاقة بلبنان. بشتغل كمان دراسات مائية على البيئة. زيادة عن هيك كان عندي خوف من البحر من وراء اللي صار معي، وصلت لدرجة هلأ بغطس، صرت عمر 4 شهادات، وهلأ سنة الجاي في عندي الشهادة الخامسة بصير علم غطس. صرت هدفي روح اتسلق جبال برات لبنان تلاقي هالطاقة اللي ربنا عطاني عم بستخدمها بشيء إيجابي. صار هدفي وصل الفرح اللي عم بعيشته أنا واللي اختبرته، هدفي بشر فيه للعالم حوالي يعرفوا يدوقوا طعم الرب قديه حلوة، لأنه هن مش دايقينا وغلط نحنا ما عم نوصل لهم إياها. نحنا ربنا عطانا وزنات عم ندفنا لحالنا، هدفنا نوصلها لغيرنا. صار هدفي وين ما روح كلمة ربنا تكون مغيرتني وخلي العالم يشوفوا هالتغيير ويعرفوا ليه في تغيير بحياتي، بيسألوا ليه هلو اتغير وشو السبب، ووصل لهم إياه إن كان بالإنجيل إن كان بكلمة إن كان بتصرف. إنه إحنا إذا ما وصلنا لهم إياها نحن عم نعمل غلط، عم نقتلهم بإيدنا. وأنا هذا القتل هو خطية بحد ذاته، أنا قتلت قديما بس هلأ ما لازم أقتل، لازم وصل الفرح، لازم وصل الحياة لغيري. كان عمرك 22 سنة قدمت أطروحتين، اليوم كفيت بهذا الشيء؟ قدمت أطروحة ثالثة بعمر 28 سنة عن طير، هو ما بس في منه بالعالم 70 بأوروبا،
وهالأطروحة هي عندي نايق دراسة بلبنان، وزيادة عن هيك قد ما كان دراسة مهمة طيرنا عصفور بلبنان سموها اسمي، هلأ صار بأفريقيا عم نتابعه. لهالدرجة هدفي كان حافظ على البيئة قد ما أنا كنت أزيها قديماً، هلأ دلني حافظ عليها ونميها أكتر وأكتر. بعدك عم بتنام خايف الآن عم ترتاب؟ ربنا حررنا من كل هدول وستنام مثل الطفل. علاقتك بالإنجيل كيف صارت؟ علاقتك مثل ما واحد بيشرب وبياكل نفس الشيء كل يوم. اللوي لكل شخص اليوم متأذى كان مثلك مستعد إنك تخدمه؟ أول شيء بغسل له إجراه، بوقف حده، بشجعه، بعطيه قوة، بعطيه محبة، بسكب عليه طاقة ورحمة، إنه هذا هدفنا. ونحن بجمعيات العنصرة الجديدة هدفنا نسكب الرحمة على إخوتنا المظلومين، العطشانين، الجوعانين، البردنين، المتألمين، الحزنانين، العايشين بوجع وخوف. بالنهاية نحن رحماء وربنا طلب منا نكون رحماء، نوقف حد إخوتنا، وهذا اللي عم نعمله. كل علمك وين وصلك؟ علمي الأرضي ما وصلني لمحل، بس الكلمة الإنجيل بحد ذاته وصلني لفرح ما بينوصف أكثر من علماتي. كم كتاب قريته بحياتك قبل ما تتعرف على الرب يسوع؟ فوق 300 كتاب. بعد ما تعرفت على المسيح كم كتاب روحي صرت قاري؟ فوق 150. شو الفرق بين بعضهم؟ 150 عم بيعطوني فرح أول شيء، وما عم بشبع إنه بدي بعد أكثر أتغذى بالفرح وبالراحة. كتب البقية ما وصلوا لمحل إلا للدمار. يسوع خلصت؟ يسوع خلصني. غير لك قلبك وفكرك؟ غير لي قلبي وفكرك. شفي لك جروحاتك؟ كل جروحاتي. ولد المسيح؟ هللويا كل ثانية. آمين. آمين. خطأ صار مع طفل ما إله أي ذنب إنه يتحمله حتى تدمر حياته ويدمر حياة الآخرين، لدرجة إنه وصل للقتل وكان قلبه قاسي ما كان يشعر شو كان عم بيعمل. وهذا الشيء اللي قال عنه الرب يسوع: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. ديش في أشخاص مني ومن لوي وكل شخص عم بيسمعني بدون الرب يسوع الكل أخطأ وعاوزهم مجد الرب. لو ما كان الرب يسوع إجا ومات كرمال يخلص لوي، شو كان مصير اليوم لوي؟ وديش كان عم بيأذي الآخرين ويأذي غيره؟ دخول الرب يسوع على حياة لوي حول لوي من شخص مجروح إلى شخص عم بيضمم جراح الآخرين، من شخص مأذي ويأذي إلى شخص عم بيساعد الآخرين من أنه يشفوا من الأذية اللي مأذينا بالعالم. اليوم الدعوة لألي ولألك: ما في خلاص إلا بالرب يسوع المسيح. وهي أبشركم بفرح عظيم، لقد ولد لكم اليوم مخلص ليخلصك من كل أخطاء، لأنه الكل أخطأ وعوزهم مجد الرب. ما تندم هاللي مر بحياتك، هي فرصة لألك. واليوم عم تسمعني أنت اليوم مش بالصدفة، هي فرصة كرمال اليوم تيجي عند الرب يسوع تطلب تدخل الرب يسوع بحياتك تغير لك قلبك وفكرك ويجعلك إنسان جديد، لأنه اللي بيختبر الولادة جديدة الأشياء العتيقة قد مضت وهالكل قد صار جديد. يسوع بحبك مثل ما أنت، مثل ما حبني، مثل ما حب لوي. ناطرك بس تجي وتقوله: يا رب تعا اغفر لي خطيتي واجعل من حياة الموت اللي أنا عايشها حياة جديدة، وبيحول حياتك من الفشل إلى النجاح، من المرض إنه يشفيك، من الموت إلى الحياة، ومن الظلمة إلى النور. وهذا هو الرب يسوع اللي عم نبشرك فيه واللي عم نخبرك عنه، وتصبحوا على خير.